هل سيدنا النبي يقبلك في فيك؟ فيك يعني فمك. اسمع إلى القذارة التي يقولها هذا الإنسان. يقول: هل سيدنا النبي يقبلك في فيك؟ صلي عليه كل يوم 1000 الصبح و1000 بالليل. والله ما أدري ماذا أقول، ما أدري يعني كيف. الله المستعان. هل عرف عن الرجال أنهم يفعلون ذلك؟ هل سيدنا النبي يقبلك في فيك؟ صلي عليه كل يوم 1000 الصبح و1000 بالليل. وجود الصلاة عليه. كان يقول كده لسيدنا أبو المواهب الشاذلي. أبو المواهب الشاذلي. طيب، بغض النظر عن الكلمة التي قالها، يعني قل مثلا يقبلك بين عينيك كما يفعل الرجال، كما يفعل الرجال يقبلك بين عينيك على رأسك، يعني من باب أنه محب جدا، على خدك يعانقك. بس طيب، والله هؤلاء لو كان الأمر بيدي لأتيت بهم جميعا وكلفت بعض الناصحين بنصحهم حقيقة، لأن قد يكون بعضهم ما له عقل ويتكلم بدون عقل، وقد يكون بعضهم يعني ما أدري. الله المستعان. طيب، هذا الكلام الذي قاله الشاذلي لماذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة عليه. كان يقول كده لسيدنا أبو المواهب الشاذلي، رأى النبي كده بيقبل في فمه، فقال: يا رسول الله، يعني استحي منه، تعمل كده ليه؟ استحي. طب أنت ليش ما تستحي؟ لماذا لا تستحي؟ تقول كلاما والله ما يقوله إنسان محب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقبل فمن يجود، مش يصلي، يجود الصلاة علي 1000 في النهار و1000 في الليل. أسأل الله أن يرزقهم عقلا أو أن يكف شرهم عن المسلمين. ننتقل للفيديو التالي.